خطر، لازم يكون بشكل تدريجي بيخلي شن الأولوية. الإنسان بيكون في حداتة نفسها يعني داير التحافظات أكيد. المدرسين وكيف استمرينا أمورنا تمام، خلي نفتح المدارس الثانوية، خلي نفتح توا الجامعات، وهكذا في الوضع الوبائي الناس في وفيات الأسرة في مراكز العزل. الهدف من هالورشة هذه اللي هي تعزيز التعاون ما بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومكاتب الإعلام في البلديات، إيمان منا بدور الإعلاميين في مكافحة جائحة كورونا، وأهمية الشراكة ما بين كل فئات يعني المجتمع ذات الاختصاص في مكافحة الجائحة. إغلاق أو فك الإغلاق بشكل تدريجي، إحنا نتصور إن إحنا حتزيد 5% نتيجة وجود وضع المرض. 22% زيادة صعوبة في التركيز وصلت 76%. طبعا ورش العمل هذه الثانية التي نظمتها منظمة الصحة العالمية لها أثر جيد يعني على المشاركين أيضا، وهناك طبعا تفاعل بين المحاضرين والمشاركين من حيث الأسئلة، من حيث النقاش، من حيث الاستفسارات، وأيضا أخذوا بعض الخطوط العريضة حول الدور الذي سيقوم به الإعلام من ناحية التوعية سواء في الراديو أو القنوات أو في الصحف أو المجلات. مكاتب الإعلام طبعا في البلديات يبدو أنها كانت في حلقة مفقودة بينه وبين الجهات الصحية بخصوص نقل مثلا الأحصائيات، بخصوص التواصل مع المواطن، بخصوص طمأنة المواطنين في بلدياتهم، ولكن الحمد لله بهذه الورشة العمل حدث تواصل وانسجام بين الجميع، وزيلت الهوة التي بين المكاتب الإعلامية في البلديات بصفة عامة. المغلقة هل يعني ما يكونش موجود فيها بيت ممكن انه يعني يخفف مثلا نبي كيف تتصور في الاغلاق او هي على التعامل مع الحالات التي خططنا بعد تعديل الاجراءات التحليليه المهم تقوم بتتبع المخالفين فرق الاستجابه السريعه انه يكون نص الاجابه